طبعا هي قرعة قوية جدا، الأهلي لازم يرد اعتباره من سان داونز. دي فرصة يعني لا تقدر بثمن ان احنا نتحط تاني مع سان داونز. الزمالك كمان عنده قرعة صعبة، والكسبان من مباراة الأهلي وسان داونز هيقابل الوداد او نجم الساحلي، برضو قرعة قوية. الفريق اللي عايز يكسب البطولة لازم يعدي كل الفرق القوية اللي موجودة في القرعة، كل الفرق بدون استثناء فرق قوية. لكن انا فرحان ان الاهلي وقع مع سان داونز، انا يعني ما كنتش ضد القرعه دي، لان الاهلي كمان عدى من انديه شمال افريقيا اللي هي برضو انديه جاهزه اكتر، عندها جاهزيه اكتر، عندها جماهيريه اوسع. فالاهلي عنده فرصه ان هو يعوض الاخفاق السنه اللي فاتت، عنده فرصه ان هو يعدي كمان للدور نص النهائي السنه دي، ويسعد الجماهير بعد الأزمة اللي حصلت طبعا في مباراة الذهاب. يعني ده حافز في حد ذاته للعيبة انها، ومعظم اللاعبين اللي تعرضوا للخسارة موجودين، فهيكون عندهم الرغبة في الانتقام او في رد الاعتبار، لان بنتكلم طبعا عن الرياضة، فرد الاعتبار من سان داونز بعد خيبة الامل السنة اللي فاتت. مواجهة صعبة جدا طبعا، ما كنتش اتمناها للنادي الاهلي بصراحة، كنت اتمنى مواجهة تانية ليه. المواجهة طبعا هتتأثر بعوامل نفسية كتير، منها الخسارة طبعا الكبيرة اللي واجهها من النادي الاهلي في البطولة اللي فاتت من الفريق. يعني العامل النفسي هيبقى اهم حاجة في النادي الاهلي وللفريق وللتيم كله. اتمنى الجهاز الفني يقدر يأهل اللعيبة نفسيا كويس جدا للمباراة دي قبل ما يدخلها. عامل الصقر من سان داونز بسبب النتيجه، اتمنى ان هو ما يشغلش اللعيبه كتير، وان اللعيبه تدخل المباراه هاديه تركز على النتيجه الايجابيه بس، مش اكتر من موضوع الصقر في النتيجه اللي فاتت. يعني اكيد طبعا يعني المباراه دي هتبقى فرصه كبيره للنادي الاهلي ان هو يحاول طبعا يعوض الخساره الماضيه طبعا ضد سان داونز. اكيد المباراه دي هتبقى مباراه قويه جدا، هيبقى لها طبعا حسابات تانية طبعا مع النادي الاهلي. طبعا هيبقى في حشد جماهيري برده كبير جدا خاص بالمباراه دوت. عايز اقول لك برده ان كان في يعني فئه كبيره جدا من جمهور الاهلي كانوا بيحاولوا ان هو فعلا، او كانوا بيتمنوا ان الماتش يبقى فعلا مع سان داونز، ان هم يحاول يبقى فيه زي رد اعتبار، او زي يبقى فيه بقى الصقر زي ما بنقول، صقر كروي طبعا. الماتش صعب، اللي هيزيد برده من صعوبه برده مباراه النادي الاهلي ان الذهاب هيبقى هنا، والعوده طبعا هتبقى في جنوب افريقيا. ربنا يوفقه باذن الله في عبور سان داونز باذن الله، وتخطي العقبه اللي يمكن الناس كلها كانت متخوفه من النادي كلها، رغم ان جماهير كتير جدا من الاهلاويه كان بيتمنوا سان داونز اساسا للمواجهه السائريه اللي حصلت من الموسم الماضي وخماسيه. لكن ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله قادر على عبور سان داونز ان شاء الله، والتاهل للدور نصف النهائي باذن الله. طبعا ماتش الاهلي وبيراميدز هيكون من الاختبارات الصعبه جدا للنادي الاهلي في الموسم ده، مواجهه متكافئه هنقول على مستوى العناصر المميزه في صفوف الفريقين. لكن النادي الاهلي طبعا بيتميز باستقرار فني كبير جدا مع ريني فايلر من اول الموسم، نتائج قويه جدا، تصدر الدوري بدون منافسه بفرق كبير جدا عن منافسيه فنيا وبدنيا والنتائج وكل حاجه. بيراميدز برده الناحيه الثانيه عنده عناصر مهمه جدا في كل الخطوط، وعناصر دوليه سبق ليها مشاركه في بطولات كبيره زي كاس الامم او كاس العالم. لكن في نفس الوقت الفريق السنه دي بيعاني من تذبذب النتائج شويه على المستوى المحلي، وبرده في تذبذب برده على المستوى الفني. شفنا بدا الموسم بدي صبري ثم مرورا بكابتن زيزو وحاليا انتي تشاتيتش، فطبعا ده الاستقرار الفني في بيراميدز لحد ما مش بنفس الدرجه الموجوده في النادي الاهلي، زائد برده ان نادي بيراميدز تاثر نسبيا شويه بقصه المشاركه في البطوله الكونفدراليه دي، برضو اخذت من الرصيد او المجهود البدني للفريق بنسبه كبيره. الماتش المره دي مختلف عن السنين اللي فاتت. بيراميدز السنه دي السكواد بتاعه مش هو زي السنين اللي فاتت، تقريبا مثلث الهجوم المرعب اللي كان عنده خلاص ما بقاش موجود. تعادلات بالجمله مع فرق صغيره، ترتيبهم دلوقتي الرابع، واعتقد ان يا رب يكملوا حتى للمربع الذهبي يعني لنهايه الموسم، وان شاء الله الاهلي هو هيكسب، لان بالورقه والقلم هو حقق العلامه الكامله في ال 12 ماتش اللي فاتوا. ومحليا الاهلي ماشي في يعني في طريقه المظبوط قوي، وان شاء الله هو الاهلي هيكسب. شايف ان المباراه هتبقى في غايه الصعوبه، النادي الاهلي لو قدر ان هو يفوز اعتقد ان هو قدر يحقق بطوله الدوري بنسبه 70%. النادي الاهلي ماشي بشكل كويس قوي في الدوري العام دون خسائر. بيراميدز بعد التغيير المدير الفني اقاله دي صبر والتعيين المدير الفني الجديد، طبعا هو عايز يحقق يواصل في الصداره وكده في المنافسه في المربع الذهبي، لكن ده شيء صعب هيبقى في الفتره الجايه لان في تذبذب في المستوى بتاع بيراميدز. لكن اعتقد ان الاهلي اقوى بحكم النتائج على الارض الواقع،
الاهلي دون هزيمه. طبعا الاهلي مع فايلر في الدوري شكل قوي، وطبعا الاهلي اقرب ان هو يفوز في تلك المباراه.